صباح الخير صالح، بهدي معاك. هذه هي الدوزيام بارتي تاع في لا فيديو على ايرالجيري. ايرالجيري حبينا اليوم نهضروا على الباجاج بار اكزومبل و لي بري دي بي. لي بي غاليين بزاف. على كل حال ايرالجيري دايرها، دايرين رايهم فينا حنايا. والباجاج ب 6 باوند الكيلو، معناتها حنا نقولوا 6000 الكيلو. وكان واحد البروبليم اللي ماكمش عارفينه، ممكن ماكونش عارفينه، نحكي لكم عليه اليوم. كان شيف ديسكال الاول اللي مشاوه، على كل حال ما يحبوش واحد يخدم، هذا كان يحسب كان 5000 الكيلو، 5 باوند الكيلو. وكي كانوا يحسبوا يديروا في الشهر بار موا، كان عندهم مدخول تاع 30000 باوند، معناتها اونسيان 30000 باوند في الشهر. اليوم هذا هو البروبليم. اليوم مع النوفو شيف ديسكال هذا اللي راهو عندي معلومات، زادوا 1000 فرق، زادوا 1 باوند الكيلو، ولا تما 6000، كان 5 ولا 6000، 6000 الكيلو. وواحد ما يجوز باطل ويدخلوا بين 13 حتى 15000 باوند، معناتها لا مواتي واش كان يدخل الاخر اللي كان يساعد ويعاون الناس وينقص لهم، كان يدخل 30000 باوند. اليوم بلا مساعده والناس قاعد تخلص، اللي نعرفوهم على كل حال ماشي قاعد يخلصوا، بين 13 و 15000 باوند. تهموا نوردين بسكري، نوردين كان يعاون في الناس، نوردين مأمور كيما يقولوا، كان عنده ناس متزاير دايرين عليه بريسيون كذا وكذا. وشنو نور الدين عنده بروبليم واحد، الناس اللي عاونهم هما اللي داروا عليه ولاو يهضروا عليه ولاو يديروا له في المشاكل، سينو هو وليد فاميليا ما عنده حتى بروبليم، مانيش نضرب عليه. هذه في مسألة الباجاج، رانا هضرنا وانتوما قاعدوا تخبوا دروكا الدراهم هادو وين راهم. وثانيا دوزيام بروبليم، حبيت نعرف علاش غير الجيري اللي ما تقبلش لي كارد دو كريدي، تعرفوا علاش؟ ما تعرفوش، يحبوا الكاش باش نص لاكاس تاع الجيري ونص ليهم، ما كان لا حساب ولا كونترول، واحد شاف ولا واحد دهضر ولا كلش بيناتهم. بعتوا عنده واحد العامين، بعتوا واحد الناس دي كونتروليو هنا ايرالجيري هنا في لوند. قال كاين اون شومبر، ماشي اون شومبر، ان بيرو، كيحلوا البيبان لي دوسي كاع طاحوا، ما قدروش يكونتروليو، شافوا بلي كان بزاف دراهم راحوا مشاو. كان شاف داجونس اللي معروف على كل حال، ومكوبري بيماه، يماه هي اللي مكوبرياتو، باسكو كانت وزيرة و وعندها العلاقات وعندها سقاولو الجزائر. على كل حال ما شكيتش يعني اللي مشاو للحبس ولا شرعوا له ولا خلاص ما كان والو، يكون عنده بوست دوك في الجزائر. هذه ثانيه، على هذيك ما يقبلوش لي كارد دو كريدي. لو كان تكلمهم في التليفون الا ردوا لك، الا عندك زهر يردوا لك، يقولوا باغ اكزومبل دير ريزيرفاسيون، وهم داروا لك ريزيرفاسيون، شحال خويا؟ يقول لك 250 اكزومبل، 250 300 ولا عندي كارد دو كريدي، نقول لك لا خويا يشد لك لا ريزيرفاسيون حتى الغدوه، تجوز بالكاش، تخلص بالكاش. علاش تخلص بالكاش؟ وكي تهضر معاهم لي ريسبونسابل يقول لك لا حنا لي بونك طالبين علينا غارونتي تاع 300000 باوند. وعلاش غارونتي تاع 300000 باوند؟ علاش؟ يا اخي واحد اللي عنده كارد دو كريدي ويخلص كي لا فيها الدراهم، دراهم يدخلوا ولا ما فيهاش دراهم، دراهم ما يدخلوش، ما تعطيلوش بي سيتو. هذا ما كان سي تري سامبل كيما يديروا كاع الشركات هنا، العالم كاع يمشي هكذا. حنا يصيبوا لنا في سبايب على خاطر الدراهم هذوك ما يدخلوش كاع الشركه، والشركه مدعمه من الحكومه، عندهم اون سيبفونسيون من الحكومه، كل عام عندها حقها، كاع الشركات يعطوهم حقهم، ودائما ديفيسيتير. وزيد بزياده هما عندهم 9000 ستاف، 9000 في البيرسونيل خدامين، واش يديروا بهم كامل 9000؟ راهم حاكمين امريكان ايرلاينز، راهم حاكمين مش عارف انا، شركة اللي عندها زوج كيما انا كنت ذاك النهار، دو تروتينات، 9000 شخص يخدموا فيها،
سي انكرويابل سي با بوسيبل. وكاينه المساله الثالثه اللي صارت غير كيما حنا الناس يسموهم لي زيكسبير تاع الايرونوتيك يسموهم دي كومباني بوبيل. لي كومباني بوبيل هادو ما كيما الجيري ال بايت ابلي من الفوق راهي ابوبري كلاسي شويه في لي كومباني بوبيل. كومباني بوبيل تروح تكري عليها كومباني بوبيل كيما البرتغال. البرتغال راح تكري عليها طياره ان ايربوس كي ا مارشي كي ا فولي شي با كوميان دور ايلي فيو 330 على كل حال، ولكن استعملوه تيرمون لي شو الطوموبيل كي تقدم سي باغي يكرو هذوك السيارات لي كورتي تاعنا حنايا يصيبوا الحل كيفاش يتفاهموا مع شركه بوبال كيما قلت قبيله مع دي كومباني بوبال يقولوا لهم فوالا فاكتوري لي بطون وعندك طون النص يروح للكونت ديالي والنص انت تديه تاع لافيون تاعك. بصح كي لافيون هذيك تبدا تفولي مع الجزائر لا بروف سكي سي باسي في المالي ديال الطياره اللي طاحت جابوها من اسبانيا هذيك سي اون كومباني بوبال سي ان افيون بوبال اوسي. يسون فوت هما الناس تموت ولا ما تموتش ما على بالهمش اللي ما تفرط فيه وسلام عليكم. دونك هاد تلت مسالات لي بي دافيون اللي ما يخلصوهمش يحبوا غير الكاش. ثانيا لي لوكاسيون عند كومباني بو اون كومباني بوبال كي لو على اون اوت كومباني بوبال ما متفاهمين كاع سي دي ماغويور. والثالثه على الباجاج اسمعوا مليح كان 30 الف باوند تدخل دوك ولا تدخل بين 13 و 15 الف باوند وين راه الباقي؟ وين راه الدراهم اللي باقيين وين راهم؟ حبينا نعرف. يشارجيو في الناس يضربوا في الناس بصح الدراهم ما يبانوش. وشركه ديفيسيتار حنا خلصوا لها الستاف تاعها 9000 بيرسونيل لي فام دو ميناج لي زاجون سيكوريتي تاع لي سكال كاع حنا خلصوهم. تسمى مين يخلصوهم؟ وعندي واحد الميساج لواحد الانسان هادي باش نكملو ونسلم عليه بزاف على كل حال. زهير كان ريبريزونتون هنايا ودرنا معاه يعني ريونيون هضرنا قلت له انا باش ينقصوا لي بري لازم ديروا سي دو فوغ افيك لي زوتوريتي بريتانيك يديروا لكم سلوت تاع دو فول بار جور دو فول بار جور باسكو علاش كي دير نتايا ان افيون ان 700 وانت عندك في ذاك النهار بدات عندك 300 باساجي مريزيرفين ومخلصين كيفاش دير لهم؟ ما تقدرش ترفدهم. دونك tu fais deux avions ولا tu prends un grand porteur. Un grand porteur اللي هكذا هضرنا معاه اللي يرفد لك كاع لي 300 باساجي ما كان حتى لو طار ولا اللي يسنى ولا اللي يشكي ولا يقول داو لي بلاصتي. انتوما تبعتوا لنا في دي زافيون مينيسكول وتقولوا علاش كاين المشاكل وعلاش كاين المشاكل. والمسألة الثانية أني نهضر عليها هواوي اللي راهو دوك بورت بارول تاع الجيري وكي كان في ذاك الوقت هضر وتفاهمنا وكان داكور وقال لنا هضر ونعمل وسمعتو يهضر لا ديرنيغ فوا قال لك شراو دي زافيون إيزون كوموندي دي زافيون جاهم واحد 330 ايربوس جاهم بالواحد. يا سي هواوي لي زاتير اللي راك تجيب فيهم وين يروحوا؟ يجوا لندن يروحوا لباري ما يصلحوش على بالك باللي ما يصلحوش. الدراهم اللي كانوا تاع الجيري الدراهم اللي كان عندهم اللي دخلوا ماش نهضروا على درك راكم تقولوا ازمه ما ازمه ما ازمه كي كانوا دراهم سيتي المومون دون بروفيتي داشتي دي زيربوس 380 يروح لاشين يروح نيويورك يروح لكندا ديك 600 باساجي كي دير لك ان فول سور لندن تدي tu vas faire un vol تاع 4 jours واحد يكفي 600 باساجي انتوما تشرو لي في ATR 42 ولا واش اسمه سي با دي زافيون سي دي زافيون اليس دابور يسون دونجورو وحده ثانيين ما يقدروش يجوا لهنا باسكو ممنوع يخرجوا لهنا ولا فرنسا واحد في الانتيريور هذيك حاجه واحده اخرى مي بور فير لانترناسيونال il faut rénover avec de nouveaux appareils. كاين دي Boeing 777 كاين Dreamliner 787 شركة هذيك بلاد هكذا ماشي بلاد سي ان بوان نقطة نقطة في آسيا جاب لي ربي واسمها بروناي لي فول تاعهم كاع Dreamliner 787
مرفين على الجزائر هادو، ماشي مرفين على الجزائر، دويله هكذا صغيره. وحنا يا بلاد كبيره، هي كبيره في الافريق والبترول، وعندنا ودرنا وعملنا، وعندنا دي زافيون توبل لي ميلحقش. يقول لك ما عندكمش طيارات، كيفاش حبيت انت تكوفري ودير لي فلينين دير لوروب ودير لازي ودير العرب ودير انت وين تروح؟ الا ما عندكش طيارات تسنى طياره تجيك من السنغال، ومن بعد كي تجي من السنغال تنقيها شويه تبعتها لندن ولا تبعتها لباري، والله ما ديرها، ما تصح لكمش خلاص. وان شاء الله بربي حنا هضرنا، حنا اللي يهمنا دروكا تشرو طيارات ما تشروش طيارات، تنقصوا في لي بري ما تنقصوش، تدو دراهم الباكاج، حنا اللي يهمنا كثرتها. واش يهمنا؟ هو لو بويكوت، ان ريال بويكوت، باش ينحكم لندن باري ليون، هادو كيدبروا راسهم، كل واحد يدبر راسهم. مي حنا لي جون تاع لونجلتير تاع هنايا، اون فو فوز اريتي، اون فو بلو فو فوار ا لندن اون انجلتير. ماذا بينا ما نشوفش هذاك السيد تاع الجيري كاع يدور، باسكو اون فا ميتر هذاك لي فلات هذيك، اون ا با بزوان دافيون بوبيل. فوز ايت دي كريمينيل، و فوز ايت اون تران ديسي دو فوز انريشير او دو دي جون. على ظهرنا حنايا الناس تحر صباح وعشيه، ما ناش طلابين، ما ناش نقول لكم صدقوا علينا. او موان ناخذوا الكاتع بريتيش ايرويز، جو في فواياجي مع بريتيش ايرويز دون دو سومان، 1.50 الكيلو، 1.50 الكيلو، ماشي 6000، ماشي 6 بوندات، 1.50، 23 كيلو ب 36 بوندا. تخلص اونلاين، ما يقول لك جيب لي الكاش ولا جيب لي لا، ادخل اونلاين، ابعت 4 5 6 فاليز 23 كيلو 36 باوند لا فاليز، وعندك ان باجاج مان فري، وانت راح 145000 145 باوند تروح للجزائر، تخرج على 9 غير 20 تلحق على 11 ومن الجزائر، ما كان لا دقيقه زياده ولا دقيقه نقصان. وحنايا قالها والبي خويا، وبربي ان شاء الله تلحق ان شاء الله، تسمى يبيع لك البي يقول لك الطياره تروح على 3، وبربي ان شاء الله تلحق على 6، بربي ان شاء الله، ما سي با سيور، معناتها الا ماشي بربي تقدر تبات ديك الليله، تقدر مانيش عارف. المهم هذا اللي هضرنا عليه اليوم، ومازال لا سومين بروشان نزيد لكم فيديو واحد اخرى ونعطيكم مور اكسبليكاسيون على هاد المشاكل اللي راهم يصراو. والمسؤولين في الجزائر نظن باللي عارفين، لو كان يعني يديروا بتيت انكيت، الناس كاع هادو اللي راهم هنا واللي راهم في الجزائر متفاهمين كاع يروحوا للحبس، كاع يروحوا، باسكو ايل سونت اون تران كولي لا كومباني. لا كومباني كانت الله الله، دروكا ولينا نقول لهم كومباني بوبال، هي ستون بوبال ورافده معاها زبل حاشاكم، وحنا زبل، حنا زبل باسكو حنا نحوسوا عليهم. دونك اون ايسي دات ان بو كلين ان بو بروب، ما نركبوش في الزبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.